هذا المنازل في قرية دهش الزنجاحية. طبعا هذا هو منزل الشهيد عمار مهدي شخير الحمد، منزل والده. لم يكتفوا بقتل ابن هذا الرجل الصامد الصابر، فقاموا بإحراق منزله. خزان المياه في القرية أيضا استهدفوه. يدعون الحضارة ويقولون عننا أعراب العربان، يقولون عننا العربان والبدو، ويدعون بأنهم حضاريين. انظروا إلى أفعالهم. هذه أفعال الحضاريين. وحوشا دخلت إلى هذه القرية ففعلت بها ما فعلت، ويدعون الحضارة وبأن أصحاب هذه البيوت أعراب العربان كما يقولون. هذه بيوت العربان كانت درر فجعلوا منها خرابا. هؤلاء الحضاريين، هذا ما فعله الحضاريون، هذا ما فعله الحضاريون. إحراق محاصيل الزيتون، إحراق شجر الزيتون. العربان يزرعون الزيتون والحضاريون يقومون بإحراقه.